حكومة الكاظمية التي لم تأخذ فترة دستورية كاملة، ها هي اليوم تفرض القانون بحذافيره، تقف خلف المواطن وتحميه وتصد عنه الخارجين عن القانون حتى وإن كانوا من المكلفين بحماية القانون أنفسهم. فالتجاوز على عراقي من أي جهة كانت أمر مرفوض رفضا قاطعا من قبل الكاظمي. فالمتظاهر حامد المعتدى عليه من قبل حماة القانون بأساليب لا تمت للقانون بصلة، كان رد الحكومة قاسيا في توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء. الخطوات اللي اتخذها السيد الكاظمي بخصوص الإساءة إلى الطفل طبعا خطوات جيدة، خطوات حسك أن هناك أكو دولة تحمي المواطن. احنا كذلك ندعو إلى حماية المواطن وحماية رجل الأمن. احنا هم نريد الضابط الشريف المنتسب رجل الأمن أن يكون له كرامة، محفوظ حقه مثل ما أنه محفوظ حق المواطن. احنا نريد دولة، احنا ما نريد الحكومات كانت هناك فقط حكومات، ماكو دولة، ماكو مؤسسة، مؤسسات دولة تحس أنه المواطن بيها حقه محفوظ. احنا نريد المواطن حقه محفوظ وكذلك رجل الأمن حقه محفوظ. الشارع العراقي اليوم ينظر إلى الأمر نظرة الإطمئنان لما يحملهم من رد اعتبار لمكانة وكرامة المواطن العراقي بعدما أفقدته الحكومات السابقة الثقة بمكانته ووجوده كمواطن يحميه قانون لا ينفذ بصورة حقيقية، ليطالبوا بتكليل جهود الكاظمي عن طريق محاكمة علنية للمنتسبين المتجاوزين على المتظاهرين كافة. طبعا الخطوة مال السيد الكاظمي كانت خطوة جيدة، انه قبلها من وجه باعتقال اللي اعتدوا على المتظاهرين وقتلوا 2 من عندهم، وبعد الخطوة اللي ثانية اللي وجه باعتقال اللي اعتدوا على المتظاهر هذا وجازوا عليه بأبذى الألفاظ. طبعا هسه احنا منتظرين الخطوة القادمة اللي هي محاكمة علنية للحالتين. المفروض يتحاكمون ذولا محاكمة علنية، ينزلون بهم أسماء ويتحاكمون محاكمة علنية مثل ما يحصل بدول العالم، محاكمات علنية، يتحاكمون محاكمة علنية ويبت بهم الحكم بصورة علنية قدام القنوات الفضائية. أمل كبير معلق بحكومة الكاظمي ليرد اعتبار ومكانة المواطن محليا وعالميا، فالأمر كله مرهون بحس وطني وضمير حي. استحسان كبير أصبح واضحا على رأي العام بعدما قام رئيس الوزراء بتوقيف المتجاوزين على المتظاهر حامد في انتظار محاكمة علنية تكون عبرة للخارجين عن القانون. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.